وأولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها لنحكي عن فترة التحضير للامتحانات والحالة النفسية اللي بتصيب الطلاب. هاي حالة جدا طبيعية، اليوم كلنا مرقنا بهاي الفترة. صحيح. يا هايدي، تحضير الامتحانات هو خلينا نقول حالة من الخوف، حالة من الرعب بعض الأشخاص، حتى الأهل اليوم يا ميمس أكيد بيروحوا لحتى يخافوا على طلابهم. اليوم الأم والأب من عاطفتهم أكيد يعني بيروحوا لحتى بيتمنوا أنه ابنهم اليوم يجيب أجمل النتائج وأعلى النتائج، ولكن هذا الشيء بيخلي هذا الشاب أو الصبية يكون تحت تأثير الضغط النفسي والخوف الشديد من الامتحانات. يعني ويلهم اليوم أن يجيبوا علامات ترضي أهاليهم، وخوفهم من أنه بيقول لك بلحظة أنا نسيت كل شيء، أنا خايف ما أكون محضر شيء صح. يعني أكيد، ولأنه فرحة النجاح هي أحلى فرحة. اليوم نحن عم نحاول ضمن صباحنا أنه نضوي أكثر على هذا الموضوع لحتى نعطي نصائح كيفية الدراسة بهذا الوقت، خصوصا أنه أيام قليلة وأسابيع قليلة بتفصلنا على الامتحانات. طلاب الشهادة الثانوية والأساسية يعني بهي الفترة، فترة المراجعة اللي هي بتكون فترة تحضير كتير كبيرة من الطلاب للامتحانات اللي هي تقرير مصيرهم. اليوم بيكونوا هنا مشتتين، ما بيعرفوا كيف بدهم يلحقوا المنهاج، ما بيعرفوا كيف بدهم يراجعوا بطريقة صحيحة. اليوم رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع وكيف ممكن ينظموا وقتهم لحتى يستثمروه بأفضل شيء. معنا اليوم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير رندا، كيفك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انت سالمه؟ وانت سالمه يا رب، نعد عليكي. دائما هاي الفتره كلنا مرقنا فيها، وكلنا احنا بنعرف شو يعني امتحانات وشو يعني نسينا كل شيء قبل الامتحانات. هذا الشيء بحاجه دائما لتحضير جدا مهم من الطلاب. شو اهم اليوم الاساسات بالتحضير الجيد قبل الامتحانات؟ هلا خلال العام الدراسي كامل عم بيكون يوم بيوم في انجاز معين، سواء كان من الواجبات ولا سواء كان من تحضير دروس بشكل غير منظم، بيكون بشكل عشوائي. أنا عم بحاول بس أنجز مهام أول بأول، ولكن ما عم بيكون في عندي كطالب رؤية كلية كاملة إنه أنا قد إيه أنجزت. هلأ هاي الفترة هي فترة التنظيم، ونحن عم نحكي بوقت شوي بكير قبل فترة الانقطاع اللي بدها تكون للشهادات، لحتى نقدر تماما نقول انه في وقت ولو كنت انا كطالب لسه مالي اخذ الموضوع بشكل جدي، وما عم بقدر لبي مطالب اهلي وضغط تبعهم انه يلا قوم دروس، يلا قوم ما بقى تلحق. هلا في وقت كافي لانه انا اقدر لحق كل التراكمات اللي ممكن تكون علي في حال انا كنت مع بدايه العام عم انجز بعض المهام ولكن بطريقه عشوائيه غير منظمه. هلا هي الفتره هي فتره التنظيم، فتره اني احط جدول لي كطالب اقدر افصل تماما كيف فرغ هذا الضغط اللي عم بتعرض له، سواء كان ضغط داخلي من خوفي من شو ممكن انجز، او الضغط اللي عم تعرض له خارجيا سواء من الجو الدراسي او من الاهل. تمام. كنا بنعرف انه الشعور بالتوتر والقلق عم يكون كثير طبيعي اليوم عند طلابنا بتحضيراتهم للامتحان، ويمكن ما فينا نقول اذا كان الطالب متوتر فهو ما انه ملحق او ما انه دارس منيح، بالعكس ممكن احيانا يكون هذا التوتر شيء ايجابي له. خلينا نوضح كيف ممكن نبعد عن التوتر السلبي ونحافظ قد ما فينا على الهدوء والايجابيه خلال فتره التحضير للامتحانات. هلا تماما التوتر والقلق هو كثير طبيعي، هو كثير اساسي وحافز لنا كاشخاص لننجز ولحتى نحقق كل شيء بنحلم فيه، ولكن متى ما بلش يكون هذا التوتر او القلق عامل لي معطل او عامل لي حاجز بيني وبين لانجاز هاي المهمه، فهون صار فوق الحد الطبيعي، هون صار لازم يكون في رجع لورا حتى اعرف انا كيف ممكن اتدارك هذا القلق اللي عم يخليني يعطلني عن انجاز المهام. كيف انا بعرف انه هذا القلق وصل للدرجه انا كاهل، كيف بعرف انه انا طفلي موصل لمرحله من القلق او التوتر عم تكون معطله او مسيئه لانجازه؟ لما ببلش يقول انا مثل ما ذكرت انه انا لما حدا بيسالني سؤال فانا بنسى كل شيء، لما بدي فوت لنام فانا خلص صار هاجس
الدراسي موضوع الدرس وما بقدر نام منيح. لما بشوف في تغير مو بس بالنوم، بالاكل كمان. لما بشوف طريقه حركته صارت عشوائيه اثناء الدرس. لما بيكون مثلا عم بيدرس فهو فجاه قام ينجز شيء ثاني. لما بشوف هذا سوء التنظيم مع تقريب ليجي وقت الامتحان، فانا هون بعرف انه هذا بلش يكون معطل له. لازم انا كأم او كأب بلش غير صيغه حديثي مع ابني وغير طريقه تعاملي معه حتى ما اكون انا كمان باب ثاني من الضغوطات له وقت الامتحان. تمام. طيب وهدول الشيء اللي ذكرتيه رندا نحن بنقدر نلاحظه على الشباب والصبايا خلال فتره الامتحان، معناته دليل يوم هذا الشاب او الصبي فاتوا بحاله من الفوضى من التوتر القلق. واليوم نحن بنعرف اليوم أي حدا عم يقدر يكون قائد لنفسه بتنظيم وقته بالتحضير الجيد هو ما حيفوت بهاي الحالة. اليوم نحن عم نراهن على موضوع تنظيم الوقت. خلينا نضوي على هاي النقطة، كيف قادرين ننظم وقتنا ونبلش هدول الامتحانات بهدوء؟ يعني هلا مثلا انا وانتي لما بدنا نجي يكون عندنا انجاز معين بدنا نعمله بشغلنا، فبتلاقي انتي وعم تحضري بلش ذهنك يروح بالتفكير انه انا هلا شو بدي اعمل، انا مثلا بدي اشوف امور البيت، بدي اشوف امور شغل ثاني اذا كان في عندك شغل ثاني، مسؤوليات الحياه الثانيه. هون ببلش ذهنك يفوت بكذا موضوع مع الموضوع اللي انتي عم تشتغلي فيه الاساسي. نفس الشيء الطلاب ونفس الشيء بمختلف سواء كانوا شهادات ولا بالجامعة ولا حتى بالمراحل الانتقالية. فهو دائماً لما تكون أنت مركزة على شيء معين فتبلش بقى مشاغل الحياة تفوت بالتفكير وبتشوش. فأنا كتير مهم دائماً حط رؤية على مجال بصري معي، ورقة وقلم، حط قدامي كل شيء بيخطر ببالي اكتبه. وهي كتير نقطة مهمة. يكون مثلا طالب عم بدرس مثلا جغرافيا فبيحس حاله ايه انا مقصر علوم، فانا مثلا بدي ادارك نقص بمادة تانية، خليني اكتب المهام اللي انا حاسة حالي اني انا ملحوقة عليها او مالي مأنجزتها. مثل ما ذكرتي هون بصير الطالب هو قائد نفسه، بصير هو لما بيحط هذا الجدول بيقسم المهام اللي عليه والمواد اللي عليه خلال خطة زمنية كل يوم انا قد ايه بقدر انجز. الغلط اللي بنشوفه عند طلابنا انه بيقول لك انه انا اليوم بدي انجز 10 دروس، بتكون هو طاقته وامكانياته بس 5 دروس، فحيلاقي حاله بعد يومين ثلاثه هو متراكم عليه مو مأنجز. فهو ما عاد يشوف الايجابي انه انا مثلا خلصت هذا الكم، بصير بيركز على الكم اللي ما لحقه تماما، بالعكس هون ضغط حاله اكثر. لهيك انا شو بعمل دائما، انا بقول لهم بلش قبل ما تحط هذا الجدول عير لحالك ساعتين وعد دروس فيهم، شوف مدة الإنجاز أنت ومرتاح، وعمل لحالك بريك 5 دقائق بين كل ساعة وساعة، شوف قدي أنا قدرت أنجز بهاي الساعتين اللي أنجزتهم. على أساسه بحط الخطة تبعي وبحط الجدول الزمني اللي أنا بدي أنجز فيه. هلأ الوقت كتير مناسب إنه ما يكون في عندي تراكم، وأقدر من قبل ما تبدأ فترة الانقطاع بلش أنا أحط هذا الجدول وكون مرتاح فيه ويصح لي بهالنهار ساعة رواق. إذا عندي نادي أقدر روح، إذا حابب أقضي وقت مع أهلي يكون في عندي هذا الوقت، استغل فترة هلأ العطل اللي موجودة لحتى أنا قبل فترة الانقطاع أكون عامل هاي الاستراتيجية بتنظيم الوقت حتى ما يداركني الوقت وما عود ملحق. يعني فعلا موضوع الإنجاز اليوم بيختلف من طالب للتاني حسب يمكن استيعابه. ممكن طلاب بتأنجز بساعات كتير قليلة، بنفس الوقت لا في طلاب بتاخد كتير وقت، فأكيد ما بدنا نعمم. خلينا ننتقل للتغذية السليمة. رندا ذكرتي خلال حديثك أنه للتغذية دور كتير مهم لازم ننتبه إلى عن طلابنا لنحافظ على صحتهم. خلينا نوضح اليوم شو المسموح وشو الممنوع خلال فترة التحضير. هلا مشان ما تعرض لموضوع التغذيه وتعدى على اختصاصات غيري، بس بجانب كثير مهم انه انا رح اقول لك انه ما تكون نوع الوجبات اللي انا عم باخذها ثقيله، لحتى ما يصير كل انه انا قبل الدرس والله بدي مثلا اكون اكل وجبه دسمه او صحيح، فانا بعدها بدي اقعد على الدرس فما رح اقدر، حس حالي انه كجسمي ثقيل وما لي قدران ادرس وانجز. في مثل ما ذكرتي في فروق فرديه بين الطلاب، في طلاب اذا نوع اكل بسيط
يكون في شوية كالوري زيادة يخليهم يعطيهم طاقة، هاي الطاقة تخليهم يفرغوها بالحركة مو بالدرس. فبتلاقيه انه هو مثلا اذا اكل قطعة شوكولا هو واخوه، اخوه يقدر يقعد يركز بالدرس، هو ما يقدر يقعد يركز. فهذا الموضوع هو بيكون بنمط حياة الشخص، والاهل بيكونوا منتبهين على هذا الشيء. حتى اللي بيكتروا كافيين كثير اوقات الليل قبل النوم كمان سبب توتر. مثلا احكي لك انا وقت فترة امتحان الشهادات، مع انه انا بحب انه مثلا القهوة، بحب مثلا النسكافيه، ولكن بفترة الامتحانات كنت مثلا ركز اكثر على الزهورات، كنت احسها كثير تنشطني المنبهات. تماما. ففي شوية عادات لازم خصوصي بالطلاب الجامعة وطلاب الشهادة الثانوية لازم يكونوا هنن اوعى لجسمهم وحياتهم البيولوجيه، كيف هن قدرانين ينظموا نومهم وبيعرفوا انه انا اذا بشرب والله النسكافيه فانا تركيزي بيكون عالي. غير طلاب بيقول لك لا انا بعد ما اخلص درس بدي اقعد على رواق، مثلا اشرب مثلا بيبسي او شيء. فهي التفاصيل سواء كانت مضره ولا مفيده مو بمجال حديثنا لليوم، ولكن هي طريقه استخدامها ووقتها قبل الدرس ولا بعده. تماما. هي انا بعرف انه في منبهات كثير ناس ولو بتشربها بتقول لك انا بشرب القهوه وبنام ما بيأثر معي، في ناس لا ممكن ينزعل نومتها. فكمان هذا لازم يكون كثير مدروس بالنسبة للطالب حتى يعرف كيف ينظم هاي ساعات النهار عنده، سواء بالأكل ولا بالنوم ولا حتى بطريقة التهوية والإضاءة اللي موجودة بالغرفة، سواء وقت الدرس سواء وقت النوم. تلاقي في طلاب ما بتركز على الإضاءة والتهوية بالغرفة، فبتلاقي دائما حاسس عنده خمول، ما له قدران يدرس، ما له قدران ينجز. وفي ناس بتقول لك لا طريقة الضوج اللي بتكون بالبيت أو العجقة اللي موجودة بتخليه دائما ذهنه وتفكيره مع شو عم بيعملوا برا، فهو حتى بقلب غرفته مسكر بابا عليه عقله برا. طيب هدول النقاط اللي ذكرتيهم انه مفروض ينتبه لمشروبات للنوم الجيد، بس ولكن في بعض الحالات الطلاب ويمكن من رفقاتنا كانوا وقت اللي كانوا يفوتوا على القاعة تصيبهم حالة خوف كتير كبيرة، يصيبهم ألم بالمعدة، ونحن بنعرف اليوم انه هي مركز يعني تشنج بجسم الطالب. اليوم الطالب اللي بيعرف انه هو عنده هي الحالة كونه مارق بكتير فترات امتحان، يعني هل اليوم نحن نفسيا نقدر نساعده؟ اليوم قصة نفسية معنا جسدية يعني. تماما. هلا في فكره كثير صح انه انا كيف بقضي وقتي، سواء مثلا مثل ما ذكرتي بقاعه الامتحان بالشهادات مثلا ممكن تكون مغير عليهم، ولكن دائما في عنا الفحص التجريبي، في عنا الاختبارات الدوريه اللي بتصير. طالب الجامعه مثلا بيقول لك انا فوت على المدرج ولا فوت على القاعه خلال العام، فبتكون وقت فوت علي وقت الامتحان ولو متغير الجو ولو في له هيبته كوقت فتره امتحان وهيك، ولكن بكون قادر اني اتجاوزها. لهيك خلال العام طريقه تعاملي مع المكان وبوجود الاقران والرفقه وطريقه تعامل الكادر التدريسي مع هذا الطالب، هذا اللي بيزرع نحن بنقول في ترابطات بين بتقولي انه انا كل ما مثلا بشم هي الريحه فانا بتذكر هذا المكان او بتذكر هي الاشخاص. نفس الشيء كل ما بقعد انا بهذا المكان فانا بيعمل لي او قلق او بيعمل لي مثل ما ذكرتي الفه مع المكان. فهي الالفه او هي هذا التكامل اللي بيكون نفسيا وجسديا هو بيتراكم، بيكون في تراكمات وفي ترابطات نفسيه بتكون موجوده خلال العام بشكل كامل، وبتكون تراكمات من سنين يعني من الطفوله. لما انا بعلم طفلي فتره الامتحان انه هو اختبار مو ليقيمك او يقيم محبتي لك، ولكن هو ليقيم انت بالنسبه لك انجازك قد ايه ممكن انت تطور حالك وتفيد مستقبلك. هاي الفروقات بالألفاظ اللي بيوجهها الكادر التدريسي أو الأهل لطلابهم هي اللي بتزرع هذا الترابط، وهي اللي بتزرع هذا الفكر اللي ما بتخلي مثل ما ذكرتي فترة الامتحان هي تحدي لمحبة الأشخاص إلي، ولكن هي بتكون تحدي أنا كيف ممكن طور حالي وأنا كيف ابني مستقبلي. طيب خلينا نرجع شوي للأهالي اللي دايما يمكن بفترة المراجعة وقبل الامتحانات بتلاقيهم على طول
حاملين ناطرين يمكن اطفالهم او طلابهم يحققوا نتائج عاليه، قولوا لهم دائما يسمعوهم حكي انه بدك تطلع دكتور، تطلع مهندس، يلا شد حالك ادرس، دفعنا عليك هذيك الكلفه. يعني هي الكلمات اليوم قد ايه بتاثر سلبا على الطلاب؟ قد ايه ممكن فعلا يمكن بيصير تفكير الطالب انه انا اذا ما جبت هي العلامه رح خيب توقعات وامال اهلي؟ خلينا نوضح النقطه. هلا مو بالضروره اذا كان الاب طبيب فابنه يطلع طبيب، صحيح. ممكن يكون عنده الامكانيه بالوراثه انه يكون نفس التحصيل العلمي للاب، ولكن ممكن يكون في عنده ميول لشيء ثاني، لمجال ثاني. لازم نحن نحترم هاي الخصوصيه عند ابنائنا، صحيح. في نقطه ثانيه كثير مهمه انه دائما كل شيء وسطي هو مقبول. صح انا اقول له لابني انه انا مثلا اكل همك، انا عم بنضغط معك لتحقق مستقبل امن عليك فيه، ولكن كثر هذا الحديث بيعمل رد فعل عكسي. حلو يتحمل مسؤولية الطالب، انه انا اتحمل مسؤولية انه انا اهلي عم بيتعبوا مشاني فانا احمل هاي المسؤولية، ولكن الزيادة اللي بيصير بتلاقي الطلاب انه يلا بلش يحملني منية، بلش الموشح. ايوه تماما. فهون لازم يكون في توازن بهذا الموضوع لحتى ما يكون هذا الحديث انه انا كل ما اشوف ابني فانا بدي ذكره انه انا اكل همك. لا، لازم يكون في توازن بهذا الموضوع بدرجة مقبولة، وما يكون هذا المحور الأساسي للحديث مع ابني. لازم يكون في أشياء تانية أحكي فيها معه لحتى ابني هذا الجسر الأمان بيني وبينه، لحتى وقت لي يتعب من فترة الضغط بالامتحان أو بأي شيء تاني بحياته يكون المرجع الأساسي هن الأب والأم، ما يكون بالعكس هو يهرب بمشاكله إنه ما يصرح فيها أو يكون في نقاش بين الأهل بهذا الموضوع. حتى اليوم في بعض، خلينا نقول معظم الأهالي، ونحن بنرجع بنأكد على فكرة أنه اليوم الأهل من عاطفتهم، يعني وقت الامتحانات بتمرقي من أي مركز امتحاني بتلاقي الأهل أكثر من الطلاب يعني. طيب هذا المنظر ممكن يعمل توتر للطالب، وبعض الطلاب يشعروا بالأمان أنه أهليهم معهم. يعني برأيك اليوم هل نفسيا صح اليوم هذا التواجد على أبواب المراكز؟ هلا للحقيقة في فروق كثير بين الأشخاص سواء أهل ولا طلاب. في عندك نقطة كثير مهمة خصوصي بمرحلة الشهادات، بيكون حاول عم بيبني شخصيته انه مو انا اذا بدي اروح على الامتحان فانا معي ماما او معي بابا، انا شخص مستقل، انا بدي اروح مع رفقاتي. بيكون القائد او بيكون الشخص اللي بينمزجه الطالب او يحاكيه ككيان هو الصديق الرفيق مو الاب والام. فكتير فئة كبيرة بيكون الاهل هن كداعمين لهم انه انا بدي اروح وصلك ونترك، ولكن هو يكون مو من مبدأ انه لا ياخذ الامان من اهله او من مبدأ انه يحس بضغطهم، هو من مبدأ انه انا مستقل، انا قدران روح لحالي على المكان الامتحاني مع رفقاتي. فهون بيكون التابع للشخص هو المجموعة كأصدقائه. لازم انا اعطيه هاي المساحة اذا كان هو من هذا النوع. في فئة من الطلاب هن بيكونوا نفسيا هشين، لسه في عندهم هذا الترابط الأسري، فما علي أنا إذا كان بوقت الامتحان ما أنا أترك وقت فت طول العمر وقت الامتحان اللي والله بدي علمك تستقل وتروح لحالك. لا بالعكس، اليوم كبرت. أنت اليوم كبرت، اليوم روح لحالك. لا بالعكس، بكون أنا هذا الشخص الداعم وهذا السند له. هون برجع لابني شو كيانه، شو طريقة بناءه النفسي، كيف معني معودته، كيف تماماً. معني بنرجع لأساس التربية. أكيد رندا، تماما. أكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد كل التوفيق والنجاح لطلابنا بامتحاناتهم. شكرا رندا لكل المعلومات، ومثل ما قلنا إن شاء الله هيك رب تكون هاي الفترة خفيفة على الأهل قبل الطلاب يعني.